الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صلى الله عليه وصحبه ومن وسلم. والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الرهون، باب المزارعة بالثلث والربع. ربع والربع ولا الربع؟ والربع تسكين والضم والأفصح الأفصح الضم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري. إبراهيم بن سعيد الجوهري سئل أحمد عنه فقال: كثير الكتاب، كتب فأكثر، قال فاستأذنته في الكتاب فكتب فأذن لي. قال: سأي ثقة، يعني هو ضبطه في كتابه، ضبط ليس ضبط سطر. كان أبو حاتم يذكره بالصدق. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي الطوسي قال: أنا سعيد لم يكن بي بأس. قال أبو حاتم: ثقة صدوق حجة. يعني هذه ده ذهول، يعني المرء يشرد عندما يرى توثيق مثل هذا من أبي حاتم. والله لعله قد نام، لعله قد نام. نسأل الله أن يسكنه مفاتيح الجنات وأن يجعله مع الأمين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يشكر له جهده من أجل حفظ دين الله ونفعله حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا معاوية بن سلام الألهاني قال: ابن معين ثقة. قال أبو حاتم: لا بأس لحديثه. والنسائي قال: ثقة. قال عن يحيى بن أبي كثير. كان أبي كثير من ثقات الأثبات. كان أبي كثير لما نقل عنه الإمام مسلم روى عنه في صحيحه أنه قال: هذا العلم لا ينال راحة الجسد. قال عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من خيار التابعين، وفي قولنا من الفقهاء سبعة، لكن ضاع عليه علم كثير بسبب الجدال مع ابن عباس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه سيد السبع المكثرين عن الأمة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. فليمسك أرضه. الكلام هنا في هذا الباب كما قلنا على مسألة إجارة الأرض. وصراحة هذا الفصل جمع لطيفا نرجع غيره في هذا الباب، والخلاف في ذلك يعني كثير، وقد بينته أمس بضوابطه وأصوله، وقلنا بأنها على الأقل ثلاثة مع التفصيل، يعني طرفان الوسط. منهم من قال: لا يجوز بتاتا، لا يجوز عموما من الظاهرين ومن غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليزرعها أو ليزرعها أو ليمنحها أو ليمسكها، فما جعل حلا رابعا لهذه الحلول الثلاثة، ونهى عن كراء الأرض أيضا عموما في حديث رافع الحديث، نهى عن كراء الأرض، فقالوا بالحرمة، إما أن يكرم وإما أن يمسك. والثاني قالوا بالجواز مطلقا في كل شيء، سواء بالخارج منها، سواء بالذهب والفضة، سواء بأي شيء آخر بالإطلاق. ومنهم من فصل، منهم من قال بالتفصيل. فهنا نرى بأن هناك طائفة من قالت بأنه لا يجوز بحال الأحوال كراء الأرض، لا يجوز كراء الأرض بحال من الأحوال. وهؤلاء الذين قالوا بأنه لا يجوز كراء الأرض بحال من الأحوال قلة، ومنهم من قال بالجواز طبعا على العموم، ومنهم من قال بالتفصيل. فالذين لم يقولوا فالذين قالوا بالجواز اختلفوا ما بينهم. الذين قالوا بعدم الجواز قلنا بأن الذين قالوا بعدم الجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، نهى عن كراء المزارع، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أو ليمنحها أخاه. في رواية أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض ليزرعها أو ليزرعها ولا يؤجر. وهذا تأكيد، هذا تأكيد. قالوا: إذن هذا تأكيد على عدم جواز الأجر. هذا القول الأول، هذه جملة الأحاديث التي استدل بها من لم يجوز كراء الأرض ويقول بأنها يعني لا تجوز. وقالوا من ناحية هذا من ناحية الأثر، من ناحية النظر أنه لا يجوز كراء الأرض بشيء ما يخرج منها أو بغيره، لأن هذا فيه شيء من الغرر. أين الغرر هنا؟ الذين قالوا المنع قالوا أيضا نظرا بأن كراء الأرض غرر. أين الغرر هنا؟ فصل سلفي، معناك تأخرت وغبت عن الدرس الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وما رأيناك إلا الآن، وما كان لمثلك أن يكون هكذا متقاعسا. لكن فصل إجابتك سديدة، لكن فصل
كيف؟ ما انا ما رايت اجابتك، ما والله ما في. اجاك الان الاجره مقابل الخارج هو مجهول. ممتاز ممتاز، لان الذي يخرج من الارض هو موجود مجهول، وهذا الذي قاله السلفي صراحه. فصل يا باب كان الله في عونك، اذا عذرك معك. عشان انظر هنا الان المساله ظاهره جدا في هذا الباب، لانه الذي يخرج لا تدري ان كان نعا غير نالع، في الثمار كان الزرع فاسدا غير فاسد، تصيب الافات يعني الجائحه، فقالوا هذا نوع غرر، هذا نوع غرر. حقا هذا غرر غير مغتفر كما سياتي. عامه هذا القول الاول. اما القول الثاني فقالوا بجوازها لكن بشرط ان تكون بالدراهم والدنانير فقط. قالوا بجواز كراء الارض لكن بشرط ان تكون بالدراهم والدنانير فقط، وهذا ما قاله ربيعه الراي شيخ الامام مالك، وهو قول سعيد بن المسيب. قالوا لا يجوز كراء الارض الا اذا كانت بذهب وفضه، وهؤلاء دليلهم حديث رافع بن خديج بانه قال نهى. ما هي ليش ما قرا هو ما قرا ما ياتي هو يقرا اخوه البقيه ان شاء الله جايز. ليش ما ذكرته؟ انا قلت له ذلك. ما يوم ان شاء الله انا اجعله ياسر بالقراءه. هو الحق ان الجميع كله تحت هذه المساله، لذلك انا قلت كل هذه الابواب سيكون تفصيلها بهذا. لا لا لا، بما كل الاحاديث كلها متصله بعضها ببعض. اذا مذهب ربيعه وسعيد بن المسيب انهم قالوا يجوز كراء الارض بالذهب والفضه فقط ولا يجوز بغيرها. وهذا الحديث رافع بن خديج كما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قالوا هذا يعني عام، سالوه عن الذهب والفضه قال لا باس. بعضهم يرى ان هذا مدرج من كلام رافع بن خديج، والحق بانه ورد عن رافع بن خديج انه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الحق انه يعني قد قال ذلك تصريحا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما يزرع ثلاثه، رجل له ارض فيزرع، ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب او فضه. يعني كانه قال الذي يزرع ثلاثه على الجواز، يعني الذي يزرع ثلاثه. وهذا كلام منسوب لمن؟ منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال انما يزرع ثلاثه، رجل له ارض فيزرعها، ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح، منح ارضا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب او فضه فقالوا فقال ورجل اكترى بذهب او فضه يعني فيزرع بالذهب بالاستراء بالاجره الذهب والفضه. قالوا هذا دلاله واضحه جدا على الجواز، هذه واضحه على الجواز. هذا القول الثاني. اما القول الثالث فقد قال قوم بانه يجوز كراء الارض بكل شيء ما عدا الطعام. يجوز كراء الارض بكل شيء ما عدا الطعام، سواء كان الطعام مما يخرج منها او من غيره. يبقى يجوز بكل شيء، بالذهب بالفضه بالعين، الا بالطعام، الا بالطعام. وقالوا سواء كان الطعام يخرج منها او لا. سواء مما يخرج منها او لا، وهذا الذي قاله الامام مالك. هذا مذهب الامام مالك روايه عن مالك. قال يجوز كراء الارض بكل شيء الا الطعام. واختلف بعض العلماء ايضا فقالوا بانه يجوز كراء الارض بما عدا الطعام، يعني كراء الارض بكل شيء ما عدا الطعام، لكن قالوا بانه الطعام الذي يخرج منه قايد ذلك بالطعام الذي يخرج منها. قالوا لا يجوز، وهذا القول هو قول الشافعي، وهو ايضا ظاهر قول مالك بانه يجوز كراء الارض بكل شيء حتى بالطعام الذي لا يخرج منه، لكن كان الطعام قد خرج منها فلا. وهذه مساله حسب ماده ذريعه الربا، ربا الاصل فيها، وان يمنع ذلك الامام مالك انه على مساله حسب ماده الربا، حسب ماده الربا. وقال آخرون يجوز كراء الأرض بكل شيء حتى مما يخرج منه. عمموا هذا التعميم كله من أحمد، وهي رواية أحمد، وأيضا الثوري والليث ابن سعد، وقول أبي يوسف ومحمد صاحب
أبي حنيفة وأيضا ابن أبي ليلى والأوزاعي. هؤلاء الجمهور قالوا بأنه يجوز كراء الأرض بكل شيء. وهؤلاء أدلتهم كثيرة. أولا استدلوا على الذهب والفضة بحديث سمعة بن خديج قال نهى النساء عن كراء الأرض، ثم قالوا إلا بالذهب والفضة، أو قالوا بالذهب والفضة، قال لا بأس. وقالوا أيضا بكل شيء، بأن النبي وأيضا استدلوا بحديث ثلاثة يزرع ثلاثة ثم قال بالذهب والفضة. وأيضا قالوا بأنه يجوز الكراء إذ الأصل في المعاملات الحلم، الأصل في المعاملات الحلم. قالوا ومسألة الكراء بالطعام الذي يخرج منها أو يخرج منها حديث المساقات، بأن مثلا ساق أهل خيبر وجعل لهم الشطر، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على جواز كراء الأرض بشيء منها. استدلوا بحديث المساقات بأن سلم يعني ساق مع هيهود خيبر لأنهم يعملون في الأرض، ثم يعني يأخذ منهم الشطر على شطر ما يخرج منها. وهذا القول من أعدى الأقوال، وإن كان الأحوط هو قول الشافعية والمالكية في هذا الباب على خروج بالطعام وحتم المادة الزريعة صراحة، لأنها تكون بكل شيء سوى الطعام والشراب، سوى الطعام. هذا القول الذي قاله الإمام الشافعي بن مالك هو الأوجه والأقوى، وإن كان العام أو الأقرب إلى الدليل هو قول الحنابلة صراحة في هذا الباب، قول الحنابلة. وفي قول الشافعية الحيطة في هذا الباب أنه يجوز كراء الأرض، والغرر الذي ذكر غرر مغتفر، الغرر الذي ذكر من قبل الأولين الذين قالوا منعا بتا في العموم هذا غرر مغتفر، سواء قلنا نعم الذي يخرج من الأرض يكون سليما لا يكون سليما، الأصل أنه لا يكون على غير عيب، الأصل أنه يكون سليما من العيب، وما يحدث من العيب يكون نادرا. هذا الرد عليهم. أما الرد على من قصر وحصر مسألة الذهب قلنا هذا ذكر فرد من العموم، لا يخصص. قالوا لا، هو قال يزرعها أو يزرعها يمنع تكون ممنوحة له فيزرعها ممنوحة أو بالذهب والفضة. قلنا لا، هو قال الخبر هنا ليس على الحصر والقصر، الخبر قال ثلاثة يزرعون، رجل له أرض يزرع، هو لا خرج من الإجارة الآن، رجل منح خرج من الإجارة، كأنه قال والثالث الذي فيها الإجارة بالذهب والفضة. وهذا تمثيل، يعني كأنه مثل بالفرع بالذهب والفضة على تنبيها على خلافه، تنبيها على غيره وليس حصرا وقصرا. ويبقى أن نقول القوة في الخلاف هنا في مسألة الطعام الذي يخرج منه، ولكن الجميع مع اختلافهم قالوا بحرمة كراء الأرض على المديانات والجداول، لأنهم كانوا يبيعون في الجارية على المديانات والجداول، فتثمر هذه أو أقول الزرع يكون ثمر هذا ويكون فاسدا في هذه، فيكون ضاع عليه كل عمل. وهذا فيه هنا الغرر يتمكن في هذا الباب، انهم كانوا يبيعون على الماديانات وعلى الجداول، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم وكان هذا مدعاة لفساد ذات البيع فنهى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. على كل هذه الخلافات التي قلتها اتفقوا جميعا على حرمة كراء الأرض على الماديانات، ثم جاء التفصيل الذي قلته لكم. واقرب الاقوال قول الشافعية والمالكية والحنابلة، وقول الحنابلة يمكن اكون اقرب اسد بمسألة التعميم من أجل أن هذا معضد بالأصل. وأما لما من قال بأنه لا يجوز في الطعام الخارج منها، إما أن يؤول على أنهم يقصدون بالماديانات، وإما أن يؤول على أنه يقول حسما لمادة الربا حتى لا يكون طعام بطعام، حتى لا يكون طعام بطعام. بهذا فوق انتهينا من الباب الأسفل. هناك أربعة حديث نفس الباب ما قرأتها أنت، هو نفس الباب، ما هي الأربعة باب فيها كل باب فيه حديث أو في حديثين اقرأهما كلهم على نفس الأصل، اقرأ بالراوي الأعلى حتى نصيب، اقرأ بالراوي الأعلى، وكن هذا الشرح كله قد ضم ذلك، ويبقى لنا الفوائد المستنبطة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله رحمه الله: باب كراء الأرض. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقري أرضا لهم مزارعا، فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر المزارع فذهب ابن عمر رضي الله عنهما وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط، فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فترك عبد الله رضي الله عنه ثم أخذ على العموم، ثم ذلك علم بالذهب والفضة قال لا بأس. لكن هو هنا كأن ابن عمر حسب أن
أنه أجاز الكراء بالذهب والفضة على أنه من قول من؟ من قول رافع يعني مدرج، وهو كأنه لا يرى بأن القول الصحابي صار يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، مصرح أنه مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها وليؤاجرها. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمحاقلة استقراء الأرض. استقراء الأرض، نعم، هذا هو ثلاث الأبواب، الرخصة في قراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. وكل حبيبي كل باب كل باب واحد. ممكن نخلي فوائد بكرة. ثبات الحديث التي مضت وبعدين نقرأ هذه على الفوائد فقط في المسألة المتفقة. من هنا من أول حديث. وبعدين كيف نذهب إلى اليمين ولا الشمال؟ مش معقدة، بعد كده معنا مخلص لحوالي. أنا أول باب. وأنا نعمل القيادة يا سوق تنزل وقال افتح يمين. حتى في الهاتف يقول افتح يمين. وقت على شراطه. أي نعم هذا هو. في قول السلام: إنما يزرع ثلاث رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا، يبقى هذه حيث قلناها. الحق أن إنما ليست على بابها. إنما قد تأتي وهي ليست على بابها، كقول السلام: إنما الربا في النسية، يعني إنما الربا الكامل لو كان في النسية، وهذا يبقى إنما ليست على الحصر وليست على بابها. قد تأتي وليست على بابها في هذا الحديث: إنما يزرع ثلاثة رجل. ماذا؟ نعم. فائدة الثانية: الأصل في قراءة الأرض الحلم، والدليل على ذلك أن ابن عمر قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديجة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتركناه. فتأتي الفائدة الثالثة: فضل الصحابة، سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، عن فقط فترك. في قوله: فليمسك أرضه، قد يأتي الأمر للإرشاد وليس الوجوب، وهذا الأمر هنا للإرشاد. لما؟ لأنه أباح في الأمر الثاني بالذهب والفضة الكراء. نعم، فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب. فضل ابن عمر سرعة الاستجابة. شاب وتر، جزاك الله خيرا، سددك الله وجعل ذلك في موازين حسناتك. نعم، لو في أسئلة تفضل. في أسئلة تفضل. سؤال من أخت تقول أنه ما قرب اسمهم بالحج في القرى وأن علاقتها بالوزير جيدة، فهل تخرج بهذه الطريقة من القرى؟ نعم لها ذلك، نعم لها ذلك، إذا من الله عليها بفرصة مثل هذه لا تضيع. إلا أن يكون أنه سيؤخر واحدة ويدخلها مكانها، فإن أخذ حق غيرها فلا، لكن أنا أعرف أن الوزير يعطي من شاء ويدع من شاء، وليس مسألة تفتيت. لها ذلك إلا أن تتأكد بأنه يعطي يمنحها ليمنع غيرها، أو يمنحها بمنع غيرها، فهذا لا يجوز. مريض زرعوا له في الوريد بالبيج. نعم أخويا. للدواء. ما حاجة لا. ما خلاه بالبيج أحسن. ما دواء. لا أعلم معناه. هي شيء يدخلين له الدواء في الوريد. لا ليس للطعام. هل يصح الطعام؟ يما أبو نعم. هو اسمه على ما سمعت السائل خلاص، يبقى هي تفهمنا رجاء، فاهمين ماذا تقصين عشان نتصور. الفتوى فرع عن التصور. خرطوم او انبوب. قالت ايش؟ خرطوم او انبوب. في الوريد. لا يدخلون فيه شيئا. دواء ليس للطعام. يعني هذا الدواء لا ليس طعاما، ولا يقوم مقام الطعام على فيتامينات، ولا هو محلول سكر مثلا، او المحلول المحاليل المعروفه، ليس فيه شيء، لا يفطر.
لا يبطل على الراجح صحيح طبعا. لا أقول في الثمانات يفطر، أقول ذلك لأنه قد لازم زيت الطعام. قال يدع طعامه وشرابه وشهواته، نعم هذا لم يدع الطعام. فلو دواء كما وصفت الأخت الفاضلة إذن هو على صومي على الراجح الصحيح. هل يجوز بيع قطع الأراضي أو العقارات لأناس يصير لهم بيننا موطئ قدم بحيث يضرون المسلمين، وهؤلاء القوم الذين يضرون المسلمين إلا ما يشتروا علنا يرسلون من يستثيرون نيابة عنهم من بني جلبتنا، علما أن هذا البيع من باب تقسيم الإرض؟ وفين السؤال؟ هل يجوز بيع هذه الأرض؟ أوه. لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. هذا كبيع السلاح لأهل الكفر، لا يجوز حمل الأحواز. يسأل عن رأي طبيبتك في كتاب النجم الوهاج شرح منهاج، وهل هناك أنفع منه؟ هو كتاب لامع جدا نافع جدا، لكنه كتاب كبير على من هذا المتوسطين. لو كان الأخ مبتدئ فلا، ما الحكم في يصعب عليه، هذا مرحلة متقدمة. ما الحكم؟ لكن هو كتاب مهم جدا لطلب العلم أن يقتنيه. ما الحكم في إخراج زكاة الفطر بالقيمة النقدية؟ حكم إيه؟ إخراج زكاة الفطر النقدية. الخلاف وارد بين الأحناف وبين الجمهور، وأدلة الأحناف أدلة، وهي حتى من ناحية النظر، وأدلة الجمهور الأقوى في هذا الباب، وهذا الراجح والله تعالى أعلم وأعلم. الصحيح أنها لا تخرج نقدا. قد قال مسلم، قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، قال صاعا من أقط، قال صاعا من تمر، ولو كان بالمال لبيانه وسلم، لأنه واجب عليه البلاغ وواجب عليه البيان. ولا يقال بأن الناس الآن في هذه الأزمنة أحوج إلى المال من الطعام. لو ألقينا رجلا في الصحراء وثلاث أيام بلا طعام ولا شراب، أول ما يريده ما هو؟ إما شرب إما طعام، ولو كان البرد قتله، هل يريد الثياب أم يريد الطعام؟ يريد الطعام. هم يحتاجون لحديث معاذ يأتوني بكل خبيثني ولا بيس، صحيح؟ وهذا حديث مرسل أصلا. والأمر الثاني كان في الجزية ليس في الزكاة، يعني ليس في محلية. قال يأتوني بكل لبيس اللي هو بيلبس يعني، وأهل المدينة أحوج إلى ذلك، وكما قلنا هذا في الجزية وما كان في الزكاة، وأيضا حديث مرسل لم يصح. يقول يا شيخ بالله نريد مجلس خاص بالإجازة لما عندك من أساليب، خاصة وقد تطاول أصحاب شبر على طلاب العلم جدا. طيب، توعدوا أنتم كمجموعات طلبة العلم، توعدوا يوما يكون في مجلس السماع وأعطيكم الإجازات بأسرها، وإذا فعلت أنا سأبتدئ بالإجازة من شيخ محمد إسماعيل المقدم، أعلن أنا أدين الله بأن هذا أنبل ما رأيت وأخذت منه إجازة. ما احنا مجلس ترى ما أرى سعيد. لا بالبركة أيضا نجعلهم يقرؤون حتى ولو الكتب الستة، كل طرف من الكتب الستة ثلاثة حديث من أول كل كتاب، عشان يكون أيضا بركة مجلس السماع، ونعطيهم بعد ذلك الإجازة. لكن سواء إجازة عن طريق شيخ محمد، وإن كان يعني أنا معي بعلوم، لكن صراحة يعني ديانة ووفاء لفضيلة الشيخ. تأخذ الجميع في جلسة واحدة؟ لا، ليس في جلسة واحدة، هو في مجلس سأقدم الجاز عن طريق فضيلة الشيخ محمد. توعدوا، هم يتوعدون جميعا على وقت، وبعد ذلك نعطي هذا الباب. يقول نعم. قلتم حفظكم الله لكم ما يأخذ على كتاب الواضح للدكتور الأشقر في كسور الفقه. نعم، والكتاب عندي وأذاكر منه. الدكتور الأشقر رحمه الله وهو من النبلاء، من يعني من الفضلاء، كتابه جيد في بابي، لكن صراحة إذا نظرت لكل آخر باب بيعطي أسئلة ما يجعى بالباب، وأيضا تكون أشق ما تكون على طالب العلم. الأمر الثاني أنه متأثر جدا بالشوكاني. الشوكاني أصلا حتى كتاب الرسول عنده حل ألفاظه على نوع الطريقة الحدثية أو طريقة النقد، لكن الشوكاني طبعا يعني الشوكاني متأثر جدا بأن الإجماع ليس مدرك من مدارك الأحكام. فدكتور عمر متأثر بكتابات الإمام الشوكاني هذه.
الكريم يعطي كل ما عنده. طيب كل ما عنده في مجلس واحد، ما كل ما عنده في المجالس يا حاتم. خلاص توافقنا، الآن الأمر بين أيديكم، فتوافقوا على موعد نبدأ به ونعطي الإجازة بإذن الله. امتى بقى يتسنى هذا الموعد؟ لا، هم سيعطيني الموعد في يوم، اليوم الثلاثاء، اليوم الأربعاء، يوم الخميس، ففي هذا اليوم، في هذا اليوم قبل أن نبدأ. لا لا، قبل أن نبدأ هيكون الدرس الساعة 5، يبقى مجلس السماع هيكون قبل نصف ساعة، عشان يبقى خلاص مستديم ونبدأ في الدروس. يأخذون إجازة ويبدأ في الدروس. ماشي. انتهت الأسئلة؟ جزيت الجنة يا سكينة، أحسن الله عليك، نسأل الله أن يشكر لك كما يحسن أدبك، ونسأل الله على أن يشكر الجميع وأن يثبت الجميع على كل خير وبر، وأن يوفق الجميع إلى العمل بهذا العلم ونشر ذلك بين الناس وقمع البدعة ورفع ونشر السنة. اللهم بلغنا رمضان ومكن لنا من العبادة فيه، نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا ذخر محينا أبدا، وأن لا يمكن منا أحدا، وأن يتوب علينا ويجعلنا ويمنحنا سرعة الفيئة والأوبة، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وأنشر ذلك بين الناس. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. طيب الله أنفاسك وأنفاس الجميع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.